والله زي القمر من غير نظافه. يا اختي تقلو قوي. قولي لي يا بنت عامله ايه مع عبد الله؟ اهو مستني ربنا يفكها على امي. هيفكها ان شاء الله. فاكره يا بنت لما عبد الله كان بيكتب اسمك على باب البيت وامك تروح تقول لهم وتيجي تضربك وامي تيجي تحوش عنك؟ كان حمار ده، كان بيكتب صباح بالسين. لو انه سيبها ان امي كتبها ازاي معرفش. بيحبك يا بنت، هو حد يطول؟ كان يتلطع تحت الشباك بتاعنا ويقف يسلم على الحاره واحد واحد وعينه على الشباك ما تنزلش. دلوقتي لما بنقعد مع بعض بنتكلم في المطبخ والقطن. قطيع هتقطع الجواز بسنين. قولي لي انت عامله ايه مع كريم؟ بتشوفيه؟ حفظي مكهربنا، ما بنعرفش نقف خمس دقايق مع بعض. ما يجي يخطبك يا بنت من عم سعيد. نايلي هو حالته حاجه؟ امال ايه، انتوا مقضينا حب كده وخلاص؟ ادينا صابرين لما نشوف، لما اقوم افرجيك على شويه حاجات. وريني. شفتي بقى؟ دول شويه قوم صنم ابويا كان جايبهم لي ايام لما كان مسافر. الله حلوين قوي يا سعاد. ليكي واحد هديه لما تدخلي، واللون اللي انت عايزاه كمان يا صباح. يلا النبي صحيح ان شاء الله يخليكي. هاخد الاحمر.